طيب اخذنا اذا هون تو الجوريزمز للوكال سيرت. هذول ما كانوش فيهم ذكاء, هذول الجوريزمز عاديين هي اللي كلايمينج بيطلع لفوق هيك او لتحت بحسن وضعه بالنسبه لجيرانه. والسيميوليتد انيلينج بنط بالهواء عدد من نطاط معينه راندوملي عبين ما يلقى الديس بيتر سوليوشن, بس ما فيش اي ذكاء لحد ما. بدنا ناخذ شيء بسموه جينيتك الجوريثمز. طبعا الموضوع الجينيتك الجوريثمز اوسع من اللي بدي احكيه, بس بتعطيكم الفكر. خلينا نحكي هالمقدمه الصغيره, تو سلايدز مقدمه صغيره. اول شيء, ابوك وامك لما جابوك صار في تزاوج بالكروموسومات, بعرفش قديش الكل بفهمش في الكروموسومات انا ولا في الجينات, ولكن 47 عادة. انت اخذت نص, دائما بقول لك ثلثين الولد على خاله. على فكره هاي النظريه صح ولا غلط؟ عمليا غلط. انت نص من امك ونص من ابوك, مزبطش ثلثين وثلث. فالمهم فبصير هيك, فانت بتطلع شكلك بيطلع بجوز طعت راسك على ابوك وذنيك على امك ومنخارك على ابوك وشعراتك على امك وهيك هيك. هاي اول شيء بدنا نحاول نفكر بهاي الطريقه, بلكي حلينا مشكله اللوكال سيرت. فهلا الجينيتك الجوريثمز انسبايرد باي ايفولوشنري بيولوجي اند ناتشرال سيليكشن, مش بقولوا ناتشرال سيليكشن. بدنا نزاوج, عنا بنكون في عنا بنكون احنا بستيت, مش احنا بدنا نعمل لوكال سيرت, احنا بناخذ ستيت معينه, وين احنا بناخذ ستيت ثاني بنزاوجهم. هلا بنقول لكم كيف بنزاوجهم. بلكي اللي طلع يبقى ستيت احسن من الثاني. start with a k randomly generated state بنسميها البوبوليشن. Each state is an individual. A state is represented as a string. طبعاً خير مثل الـ 8 queen. هلا بدي أورجيكم مثال الـ 8 queen. مش إحنا كنا ندور على وضع للبورد اللي بيكون فيه أقل عدد من الكونفليكس بين الكوينز. ماشي. طب أنا عندي هاي الستيت وعندي ستيت ثاني. طيب انا بعرفش اني بدي اروح, يعني بدي احسن طبعا من هاي ستيت لستيت ثاني, بضل انط بالهواء, بضل اغير راندوملي كذا كثير. الفكره هاي شو بتقول؟ خذ ستيت هاي, ستيت هاي مثلهم, كل ستيت مثلها كسترينج. مثلا 01 مثلها كايش؟ كسترينج. هاي هلا بورجيكم كيف بنمثلها كسترينج. عادي بنمثل ستيت, نلقى فكره للمشكله تبعتنا, زي مثلا ايت كوين مثلها في سترينج. فصار عندي سترينج وسترينج, قص هذا بالنص وهذا بالنص ولزكن مع بعض, بجوز الوضع يتحسن. طبعا يتحسن حسب فيتنس فانكشن, بدنا نوقفها شويه. فهاير فاليوز, يعني كل ما زدنا هالفيتنس فانكشن قد تكون الستيت هاي افضل. وي تيرمينيت وين either a maximum number of generations, يعني ممكن نعمل هالتزاوجات هاي, مثلا نقول نعمل بدنا نزاوج نحسن النسل, بنعمل مثلا 100 تزاوج وصار الوضع ممكن يكون صار احسن. اور لما نوصل لوضع نقول خلص بكفي, يعني ضلينا نعمل تزاوجات تاكلنا, حسنا الوضع لحد هاي الطريقه, مثلا قللنا عدد الكونفليكس, بعدين قلنا خلاص بكفي. هاي السودو كود تاع الالجوريثم, وهاي المثال بتفهموا بجزء المثال بطريقه احسن. هلا الايت كوينز بروبلم, هاي الايت كوينز وي ونت تو بيتر بوزيشن, نحط الاماكن الافضل للكوينز يوزنج جينيتك الجوريثمز. A better state is generated by combining two parent states.
A bitter state is generated by combining two parent states. يعني أنا عندي وحدي حالي state لهذول هاي اللعبة وعندي هاي كمان حالة ثانية. إذا دمجت كين شو يعني دمجت كين؟ يعني ممكن أقص هاي من هون أحطها مطرح هاي فصارت طلعت عندي هاي. هل هاي أفضل من اللي أنا فيه ولا لا؟ The good genes بسموهم أو features اللي هم نسميناهم يعني إذا بنستخدم كلمات البيولوجي نسميهم genes. Good features of the parents are passed into the children. فعمليا وكأنه إحنا إيش سوينا؟ صار في inheritance يعني هذا الزلمة أو هاي state ورثت من امها هاي المنطقه هاي الفيتشرز ورثت من ابوها هاي الفيتشرز. طيب هاتوا ندخل بتفاصيل اكثر. اول شيء بنروح نمثل هالستيت هاي بنمثلها في سترينج. نيجي بنقول الكوين رقم هذا وين موجود؟ في اثنين. هاي اثنين هذا وين موجود؟ واحد اثنين ثلاث أربعة هاي أربعة. هذا وين موجود؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة هاي سبعة. زي ما أنتم شايفين هاي يعني مواقع مثلت البورد هاي بهذا السترينج بأرقام. فصار هاي بالنسبة لإلي هاي ستيت بطلت عمليا بطلت أو بركز لحالك يعني لحظة بطلت عندي هاي ستيت صار عندي انا هاي. دكتور طب لو في اكثر من تنين على نفس السطر في العرض يعني لو في تنين على نفس السطر في العرض مش واحد هاي 55 انت وين يعني اول واحد يعني اسمع شايف هاي قبل ما تطلع على هاي قبل ما تطلع على هاي لو قلت لك ها من الناحيه هاي هاي مثلاً أربعة معناته واحد اثنين ثلاثة هاي الثالث واحد اثنين ثلاثة أربعة فا we represent مثلنا البور تبعتنا في string digits من واحد لثمانية. هاي أول إشي. بعدين قلنا إحنا عنا بدنا هلا نعمل فيتنس فانكشن. هلا هاي انو احسن هاي الستيت ولا هاي الستيت ولا هاي الستيت؟ طلعوا هاتوا نعمل نحط فانكشن نقول مثلا هذول هاي بالنسبه لهاي هاي وهاي مثلا في بينهم كونفليكت؟ لا هاي واحد هاي مع هاي في كونفليكت؟ لا هاي كمان واحد مع هاي في كونفليكت؟ لا يعني عدد النمبر اوف نون اتاكينج بيرز او نو كونفليكتس بين الكوينز قد ايه عددهم البيرز مثلا هاي طلعت 24 اذا نشيل 24 انه في 24 يعني هاي اوكي هاي مش اوكي هون بين هاي وهاي بس بين هاي وهاي اوكي بين هاي وهاي اوكي بين هاي وهاي اوكي هاي وهاي اوكي هاي وهاي اوكي هذول اوكي اوكي هاي اوكي كل الاحتمالات بيطلع من 24 خط عمليا شايف فطلع عندنا 24 خط فهاي 24 هاي طلع عندي 23 هاي طلع عندي 20 هاي طلع عندي 11 بس صار عندي إذا شو سويت أنا أول إشي أخذت هاي مثلتها بسترينج وعملت لها فيتنس فانكشن. هلا أستاذ بنقدر نعمل فيتنس فانكشن ثاني غير هذا؟ طبعاً طبعاً بنقدر نمثل هاي المشكلة بغير هذول؟ طبعاً بنقدر. هذا برجع لإلك هذا الجزء برجع لإلك. هلا في شيء بيسووا بس هي نفس الاشي يعني نمثل هذا الرقم ببيرسنتج
بس عشان في بيرسنتج. لو جمعنا كل هذول النقط، كل هذول لو جمعت يعني هذول مع بعض كلهم وقلت 24 على هذول، يعني عشان اشوف قديش نسبتهم، هي صارت 31%. بس مثلت الرقم عم بنسبه، صارت 34 31 29 26 4. فصار عندي مثلت الفيتنس فانكشن انا هلا بنسبه منيح. فوي كالكوليت ذا بروبابيليتي of being regenerated in the next generation. هلا الاعلى عم نعمل تزاوجات، بقدرش برضه مرات بكون ان هذول كثار، فممكن اخذ انا الاعلى او ممكن حسب هاي زي تكونوا باراميترز بالالجوريثم بقدر انا اغير عليه. بعدين بعد ما حسبت هذول هلا هاتوا ازاوج مثلا هاي وهاي، وبعدين ازاوج بجوز هاي وهاي، بدنا نعمل تزاوجات. يعني هاي بس حطيناها فوق، حط هاي فوق، حط هاي تحت، عشان يعني ليش؟ عشان اخر شوي نزاوج، نزاوجهم مع بعض، تعملنا سيليكشن. هلا كيف نختار؟ مرات بيكون عندي عدد كبير، ف pairs of individuals are selected at random for reproduction عشان يصير تزاوج او التكاثر with some probabilities. يعني نقول مثلا لاكثر من هالكد probability الى اخره. فنيجي نزوجها، شو سوينا بالضبط؟ اخذنا الناحيه هاي والناحيه هاي. الماوس عندي وقفه. هاي وهاي مع بعض. وبعدين شو طلعن؟ طلعن هاي. وطلعن هاي. نعم بالعكس يعني. ماشي؟ هلا وكمان انا عندي صار عندي كمان تزاوجات بين هذول، فطلع باختصار طلعت اربعة. طلعت أربعة، يعني هاي نسميها هاي العملية نسميها كروس أوفر. يعني في إن أول إشي شو سوينا إحنا؟ طبعًا انسى إن مثلت وي ريبريزنت ذا بروبلم بديجيتس. بعدين عملنا الفيتنس فانكشن، بعدين عملنا سيليكشن. سيليكشن يعني سيليكشن كروس أوفر، هي عملية سيليكشن كروس أوفر. عملنا سيليكشن بعدين عملنا كروس اوفر. كروس اوفر يعني اخذنا جزء من هون ومن هون. هلا بجوز تقول لي استاذ ليش اخذت من هون ثلاث ومن هون قديش هذول؟ خمسه. بقول لك واحد ماشي على ثلثين ولا تخيلوا اخذ ثلثين بثلث مثلا، بس بجوز ناخذ نص بنص، بجوز ناخذ عشر تسع اعشار، بجوز هذا شيء راندوم يعني. او احنا بنقرر. فعملنا الكروس اوفر. بعد ما عملنا الكروس اوفر فينا نعمل، اذا بدنا فينا نعمل ميوتيشن. شو يعني ميوتيشن؟ ميوتيشن يعني طفره. شو يعني طفره؟ بدي احكي بالبيولوجي شو الطفره بس مش متاكد بس اتوقع انه صح. انه انت لما بصير تزاوج بين الكروموسومات في واحد منهم بزبطش 100%، يعني يكون النتيجه تبعت مش التزاوج، مش طلع شيء ثاني، فبنقول هذا لا طلع لا يم ولا ابو ولا طفره. فهون مثلا هاي مثلا طلعت انا هاي هاي وبس اخذت راندوملي هاي راندوملي واحد وبدلته بال هيك بالصدفه، هذا بدلته بواحد، هذا ما عملتش عليه، هذا بدلت اثنين هون. خدت بدل اثنين. فبدل السبعة حطيت اثنين، هون بدل هون ما سويت شيء، وهون بدل الخمسة هاي حطيت واحد، هون بدل الواحد حطيت سبعة. هاي راندوم، يعني بقول لك each element in the string is also subject to some mutation with a small probability.
هلا اللي صار اني انا شو اللي صار على فكره بلخص، اللي صار اني انا اخذت افضل ستيتس عملت بينهم تزاوجات بالصدف. طبعا ممكن الوضع يطلع اسوء، ممكن ممكن، بس احنا على امل انه يطلع احسن. احنا اصلا من يعني احنا اذا طلع اسوء نجوز نرمي هذول الاولاد، نرميهم نقول للاب والام ردوا خلفوا غيره، نرد نرجع مرات نعمل من هون. بس احنا شو اللي بنساوي؟ طلعنا هذول الملاح، اخذنا احسن اشي احسن ستيت بلشنا منها، زوجناهم وبعدين ربينا زوجناهم عملنا تكاثر، عملنا ميوتيشن وحسننا المثل. النتيجة النهائية بعد بعرفش قديش مرة من المحاولة، على أمل إن حسننا الوضع، على أمل إن حسننا الوضع. يعني زي ما تجيب مثلا أنت عندك 20 واحد وبدك تخلف ملكة جمال فلسطين، بتاخذ أجمل شاب وأجمل صبي بتزوجهم بيطلع إشي بخلف أولاد، وبتأخذ اثنين غيرهم كمان بتزوجهم واثنين غيرهم بتزوجهم، بتصير تنكل أحسن على أمل إنه بعد أجيال يطلع إشي مش بطال يعني. على أمل. وهاي هو فكرة الجيناتيك ألغوريثمز بطريقة يعني مبسطة ومختصرة جدا. يعني في تفاصيل ما حبيت أحكي فيها، حاولت أبسط أكثر ما يمكن. في أي سؤال؟ في أي سؤال أو تعليق شباب؟